المياه أصبحت شحيحة على نحو متزايد. للتخفيف من هذه المشكلة بالإمكان إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والتأكد من سلامتها. هذا ما يقوم به باحث أوروبي. في جنوب شرق إيطاليا مزارع للطماطم للقيام بأبحاث عن أساليب الري. الباحثون يحاولون أن يحصلوا على منتجات آمنة باستخدام المياه المعاد تدويرها من المنشآت الصناعية. مصنع قريب يعمل على إعادة الطماطم لتخزينها وتسويقها. من مخلفات هذه العمليات الإنتاجية الكثير من المياه القذرة التي عادة ما تذهب إلى قنوات الصرف الصحي. ما نحاول القيام به هو إيجاد طرق لإعادة هذه المياه للأغراض الزراعية. في هذا المناخ الجاف، معالجة المياه المستخدمة من الوسائل الجيدة لسد هذا النقص، لكن ليس من السهل السيطرة على نوعية المياه. في معظم الحالات إيصال العينات إلى المختبر لتحليلها يتم من خلال نقلها بعناية في زجاجات كبيرة للتأكد من سلامتها. نريد أن نعرف حقاً إن كانت المياه مناسبة لإعادة الاستخدام ولسقي النباتات دون تجاوز حدود المركبات العضوية وحدود المواد الغذائية، لأن قوانين الري محددة ويجب تطبيقها. الباحثون في مركز بحوث مشترك للمفوضية الأوروبية استخدموا أداة بسيطة لعملية الفحص. بدلاً من إرسال المياه المعاد تدويرها إلى المختبر، يتم ضخها من خلال مرشح باستخدام هذا الصندوق المحمول الذي صمموه. بذلك يتم عزل المواد الكيميائية لتحليلها مختبرياً. من المزايا الرئيسية هي براعة هذا الصندوق. يمكن استخدامه في مصانع معالجة المياه والمياه السطحية ومياه البحر. لدينا هذه العينة، ما هي الخطوة المقبلة؟ هذه المرشحات المستخدمة أسهل من القوارير الزجاجية التقليدية. أحياناً عشرات اللترات من عينات المياه قد تكون ضرورية للتحقق من المواد الكيميائية المختلفة. مزايا استخدام هذا الفلتر مقارنة بتقنية التحليل التقليدية هي محاصرة العديد من المركبات العضوية في مرشح واحد، ما يسمح بتبسيط التحليل والحد من التكاليف والوقت وتحسين المحافظة على العينة. جهاز لجمع عينات المياه بسيط وغير مكلف، صممه الباحثون وجعلوه متاحاً لمتخصصين آخرين يعملون في هذا المجال. زملاؤنا غالباً ما يعبرون عن دهشتهم من الأداء قياساً بالسعر. هناك العديد من الأجهزة التجارية التي تقدم وظائف مماثلة لكنها مكلفة جداً، لذلك يستغربون عندما يشاهدون هذه الأداة التي يمكن أن تقل تكلفتها 100 مرة تقريباً، خاصة وأنها تتمتع بدقة الكشف ذاتها.